كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، 3 نقاط مهمين جدا الحقيقة في ظل أحداث هذه المباراة. يعني أدي الكورة بقى اللي إحنا كنا بنتكلم فيه، ممكن تفضل مستحوذ وتهجم وتضيع جوال لغاية لما يجي فيك جول والدنيا تقفل عليك والفرقة اللي قدامك ترجع كلها لورا وتبتدي حالة ضياع الوقت ويحصل العصبية النفسية اللي انت مش قادر تركز ازاي تخترق او ازاي تبتدي هجمة الى ان الدقيقة 80 لما انا قلت لك واحنا بنتفرج لو انت هتفضل ضاغط كده بهذا الشكل بتنوع من ناحية اليمين وبتنوع اكيد هتوصل لهدف وهتكسب المباراة في ظل ان الفرقة اللي قدامك حتى مش قادرة تروح الناحية التانية او اكتفت باللي حصل، اكتفت عن طريق خطأ برضو منك انت من استلام كرة وكرة تتقطع منك وتبقى كرة مفاجأة ويخش فيك هدف. يعني حاجات احنا صناعة ايدينا، مش فرقة بتهجم علينا وفرقة ضغط علينا وفرقة عندها اطراف وفرقة بتعمل عرضيات زي الماتشات كلها العادية اللي انت ممكن يخش بيك هدف، ممكن اي حد يعدي ويلعب عرضيات ويجي واحد جاي من الخلف وحاطط جون انت ما تقدرش تتكلم فيه ولا تقدر تقول حارس المرمى ليه اي ذنب او اي لعيب ليه ذنب غير ان الفرقه الثانيه هي اللي عامله الهدف ده كويس قوي. ما زلنا نبحث كويس على تكمله مواصله ضغط لعيبه النادي الاهلي في المباراه رغم الغيابات رغم الاصابات رغم الاجهاد اللي احنا شايفينه ده كله. لكن في النادي الاهلي ما حدش بيستحمل ان هنفضل نتكلم كده على طول، بيبقوا متوسمين. يعني النهارده زي مثلا لما حصل تدعيم من كوكا وزياد طارق فرقت معاك حاجات جديده بتكسبها في وسط الملعب. زياد طارق نازل فريش عنده رؤيه، شايف كاشف في الملعب، كاشف ثرو باس حلو قوي لمحمد شريف، بيديك 3 نقاط. اذا النهارده في شكل ايجابي، شكل ايجابي من الاولاد الصغيرين اللي احنا قلنا لازم يكون ليهم موجود الفتره دي تعويضا عن الفرقه اللي هي بره. يعني ايمن اشرف وعمار حمدي واكرم توفيق وحمدي فتحي واليو ديانج وحسين شحات علي معلول احمد عبد القادر ومكسيوني قدامه فتره لسه، حتى علي معلول علي لطفي مصاب برضه. بتتكلم عن فرقه كامله، بتتكلم على فرقه كامله وفرقه فيها اساسيين كتار وشكل لما يبقى موجود معاك فتحي وديانج وحسين الشحات وعلي معلول واحمد عبد القادر ويحصل اي اداء مختلف هنا بنقعد نتكلم ونقول لا في حاجه مش مظبوطه. انما بهذا الشكل وبهذا الضغط والتلاحم اللي احنا فيه ده هفضل برضه اقول لك عمليه اجهاد، هفضل اقول لك الفرقه بتحاول تدي اكتر ما عندها. النهارده في اول تلت ساعه شايف اللعيبه بتجري وبتعوض اماكن اللي بتتقطع منه كوره وفي حماس لغايه ما جبت الجول. عايزين من بعد الجول بقى يبقى في عاده الهدف الثاني، يعني شكل النادي الاهلي في المباراه يبقى طبيعي. اعتقد ان في ثقه بعيده شويه، الثقه مع اللاعبين يمكن في خبرات موجوده، واحد زي مجدي قفشه الحقيقه متمتع بخبراته وكل حاجه وبيستلم الكره وعنده من التفكير انه ينوع اللعب، يشوط، يعمل ثرو باس، واخد على طريقه التعامل مع محمد شريف مثلا عينه عليه على طول. كل ده احنا بنطالب بيه التسعين دقيقة مش على فترات، وخاصة انك انت واحنا بنتفرج النهاردة دي طبعا عدم توفيق بالنسبة في الايمن بيرسي تاو. انما اللي عاجبني في الكرة دي في 3 انا الناحية التانية لو ما فكرش يشوط ولعب كرة بالعرض والتحرك كمان كان كويس بيرسي تاو. الضغط اللي انت شايفه ده يعني هو ده الضغط النادي الاهلي في كام واحد هنا. بص يعني ده كرة دي راحت برضه، بص ده 4 دول هنا في ناحية وناحية تانية 3-7. في النهاردة انت عندك الروح انك انت تبتدي، الروح انك تجيب اهداف. الكرة زي دي برضه سوليه تحس رغم انه خارج الاداء المتميز بتاعه انما بيتحرك في كل حتة، بيحاول في كل حتة، بيشوط، بيفكر، ولكن ساعات الكره بتبقى ايه معكساك شويه. ف اللي انا اقوله لك النهارده مبروك ال3 نقاط الحقيقه، ومازال اللعيبه كلها يعني هي دي الكره اللي احنا اتكلمنا عليها في اول هاف تايم، وما زالت اللعيبه بتحاول تضغط وتضغط على الفرق اللي هي بتلعبها
الى ان يكتمل الفريق بتاعك ويرجع لك ديانج، يرجع لك حمدي فتحي، سوليه معلول. بيبقى لما ده الاثنين دول بيبقوا موجودين سوليه بيبقى حاجه ثانيه، بيبقى طريق ثاني. مبروك وجود زياد طارق، ما كويس ان كوكا النهارده بقى حسيت ان هو يقدر يلعب باك ليفت ويقدر يلعب في نص الملعب. الفرقه لما تبقى فايقه كلها الولادين دول كمان هيبقوا كويسين. وهل نقدر نستقدم لعيبه تانية؟ تقدر تستقدم اي حد عندنا فراوده كويسين في الولاد الناشئين، عندنا واحد زي محمد اشرف برده ممكن نتفرج عليه في الباك ليفت يعني. ففي ايجابيات كتير قوي، سلبيات بتبقى الكره معكساك. ده مش هقدر اقول اكتر من كده، ان ما ينفعش انا ابقى بيضيع مني جون وثلاثه واربعه وخمسه وبعدين اجي اقول اصل الفرقه مش كويسه. لا، انت الحكايه معكساك بس شويه.